قطر تبدع المتاحف، يمكن تكون زرت عدد منها، بس أعتقد أنه لازم نلقي نظرة عامة على كل الأماكن مالتنا. جاهز؟ لأن عندنا وايد أشياء نغطيها. عندنا في متحف الفن الإسلامي مؤسستنا الريادية اللي تضم فنون من 3 قارات وتمتد لأكثر من 1400 سنة. ومو بس شي، بعد صممها المهندس المعماري الأسطوري IMP. متحف قطر الوطني وهو تحفة جان نوفيل اللي استوحاها من وردة الصحراء، وهي تاخذ الزوار في رحلة عبر تاريخ بلادنا واللي تعبر عن تراث قطر الغني مع الاحتفال بالماضي والحاضر والمستقبل. في استاد خليفة راح تحصل متحف قطر الأولمبي والرياضي 3-2-1، وهي المحطة الوحيدة حق التاريخ الرياضي والتذكارات الأيقونية والأنشطة التفاعلية بعد. ويقدم لك متحف، المتحف العربي للفن الحديث، أحسن ما في عالم الفن الحديث والمعاصر تحت سقف واحد. وهو بعد المتحف الوحيد في العالم اللي يضم مثل هاي المجموعة الشاملة من الحداثة العربية. ما بيأخرب عليك، بس في وايد بعد. وهاي كل الموضوع، كل متحف عنده هويته وشخصيته وتجربته الخاصة. كل اللي عليك تسويه إنك تختار من وين راح تبدأ.